توفيت صباح اليوم والدة الممثلة السورية شكران مرتجى بعد صراع مع المرض. وأعلنت الممثلة السورية أمل عرف الخبر في تغريدة على حسابها عبر تويتر، حيث كتبت: والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله، قلبي معك يا حبيبتي، الله يرحمها. وبحسب ما تم تداوله فإن وفاة والدة شكران مرتجى جاء إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة ألمت بها منذ مدة، أدت إلى دخولها إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق لتفارق الحياة اليوم. وقد شكل الخبر صدمة كبيرة لشكران مرتجى ومحبيها الذين عبروا عن حزنهم الشديد لدى سماع هذا الخبر، متمنين أن يسكن الله والدتها فسيح جناته. وبحسب المعلومات التي انتشرت فإن شكران لم تتمالك أعصابها بعد وفاة والدتها وانهارت أمام الجميع ليتم نقلها إلى المستشفى. وأشارت المعلومات التي لم نتأكد من صحتها حتى الآن إلى أن وضع شكران سيء، ولربما لن تستطيع حضور دفن والدتها بسبب الحالة النفسية التي تعرضت لها. وفي إحدى المقابلات قالت شكران إن والدتها تعاني من ضعف كبير في النظر بسبب تقدمها في العمر، وبكت كثيرا عندما استمعت لرسالة صوتية سجلتها أمها لها. وفي الرسالة قالت الوالدة لابنتها أنها راضية عنها كثيرا وتتمنى التوفيق لها في حياتها المهنية والشخصية لأنها تحب الجميع وتساندهم. أنت إنسانة طيبة والله يعطيك العافية ويرزقك. هذا الكلام هو أول وآخر رسالة قالتها والدة شكران لها على الهواء مباشرة، ما تسبب بانهيار النجمة السورية، كما استغربت كيف قامت بتسجيل هذا المقطع الصوتي. في السياق، كانت مرتجى قد طلبت الدعاء لوالدتها في عيد الأم منذ أيام قليلة، وكتبت على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: كل عام وكل أم بخير وأولهم أمي، كل عام وأختايا سوزان ونوران بألف خير، كل عام وكل بنت وسيدة بتحس حالها أم بخير، كل وحدة ما عندها أولاد ويمكن مو متزوجة بس أم لأخواتها لجيرانها لحبيبها لرفقاتها لأي حدا بحاجة لأم بلاقيها موجودة. الأمومة إحساس، مو بس حمل وولادة وتربية، أنا ما عندي أولاد بس أم. وأضافت: لكتار وأولهم أمي وحبيبي وبلدي وولاد بلدي وولاد إخواتي ولفنزاتي ولصبايا وشباب كتار بالوسط الفني، كل عام وكل رفقات الأمهات بخير، مو هلأ تزعلوا أنا مو زعلان بحبكم، أدعوا لأمي تكون بخير، بيقولوا دعوة الغريب مستجابة.